طلاب خلي نكمل، وقلنا مثل ما قلت بالبداية راح يكون عندنا أنواع من الهازارد، فراح أخذ النوع الأول اللي هو الديتا هازارد. خلينا نشوف شنو المقصود بالديتا هازارد. افترض عندي، طبعا افترض عندي إيعاز، لو فرضنا هذا الإيعاز موجود عندي، لو افترضنا هذا الإيعاز موجود عندي أو مجموعة الإيعازات راح تكون هذه. لاحظوا وياي، ميول مثل ما تعرف هذه عاز ضرب R2 اوكي فارزة R3 فارزة R4 اوكي، وعندنا اد عملية جمع راح يكون عندي R5 R4 و R6. لاحظوا هنا طلاب شنو راح يكون هذا الإيعاز، لاحظوا وياي نتيجة الإيعاز، هذا الإيعاز يعني هذا الإيعاز شنو يعني الأول؟ الانعكاس هذا يعني انه R4 تساوي R2 زائد شنو R3، يعني نجمع R3 و R2 وين النتيجة تكون؟ بال R4. بالك شوية مزيد، راح يكون هنا الانعكاس الثاني ايش راح يكون عندي؟ R4 زائد شنو؟ R6، والنتيجة وين تكون؟ والنتيجة تكون بال R5. فخلي بالك هنا يا المزيد، راح شنو هنا؟ طبعا بما انه هذا ال R4 احنا بانتظاره، يعني ننتظر النتيجة مالته، لذلك خليك شوية هنا منتبه، يعني انا منتظر نتيجة من هو؟ منتظر نتيجة ال R4 حتى استخدمه بالخطوة اللي بعدها. يعني بين قوسين لاحظ وياي، هذا ال R4 النتيجة اللي هنا موجودة انا وين راح استخدمها؟ راح استخدمها في عملية الجمع بالإعاز اللي بعده. فهذا يسمى ديتا هازارد. لان ليش؟ لان انا منتظر شنو؟ منتظر العملية الرايت، حتى هذا الشيء يسمونه ريد او رايت افتر ريد. يعني انا عندي ريد افتر رايت، عندي قراءة بعد شنو؟ بعد ما تتم عملية الكتابة. هذا راح يكون عندي نوع من انواع الهازارد. لاحظ شلون راح يكون هذا الهازارد. خلي بالك يمي، افترض عندي، خلي افترض اني هذا كلوك 1، كلوك 2، كلوك 3، 4، 5، 6، 7، 8. خلي من فوق، وهذا الانستراكشن 1 اللي هو من هو؟ هذا الانستراكشن، هذا اللي عازل اول. قلنا الخطوة الاولى شنو؟ الخطوة الاولى اللي عاز وين راح يدخل؟ اللي عاز الاول راح يدخل وين؟ بمرحلة الفتش. اذا راح يدخل بمرحلة شنو؟ مرحلة الفتش. إذا هذه المرحلة الأولى. ثانيا شنو راح يصير عندي؟ ديكود لشنو؟ الإيعاز الأول، هذا كلوك 1، هذا كلوك 2. إذا بما أنه هذا دخل مرحلة الديكود، الانستراكشن 2 شنو راح يصير عندي؟ راح يدخل إلى مرحلة فتش. أوكي، هسه هذا شنو صار عندي؟ كلوك 2. كلوك 3 راح يدخل شنو هذا الإيعاز؟ راح يدخل إلى مرحلة الإكسكيوت، إلى مرحلة التنفيذ. بنفس الوقت هذا شنو راح يدخل إلى مرحلة شنو؟ راح يصير عندي إلى مرحلة الديكود. طبعا هذا سوري، شنو هذه؟ عندنا هذه يصير عندنا الإيعاز الثاني، هذه أوكي كلوك 3. لاحظ وياي هنا، لاحظ وياي هنا، لما ما نجي هذا الإيعاز شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي رايت المل للإيعاز الأول. هنا طبعا شنو نقدر نسوي؟ اكسكيوت؟ لا ما اقدر اسوي. ليش؟ لان انا منتظر نتيجة الإيعاز هذا. يعني انا وين هسه موجود هنا؟ يعني ما اقدر اسوي اكسكيوت. ليش؟ لان انا منتظر نتيجة من؟ لان هذا من يكتب ويكمل الكتابة حتى اخذ. يعني انا اذا بهذه اللحظة اسوي اكسكيوت شنو راح يصير عندي؟ بس شوي انتبه على هاي النقطة، اذا سوينا اكسكيوت للإيعاز الثاني شنو يصير عندي؟ الإيعاز هذا أو القيمة اللي موجودة بهذا الريجستر ياخذ القديمة، ولكن أنا شنو؟ منتظر الإيعاز الأول يكمل وتتم الكتابة حتى بعدين شنو هو ننفذ عندنا الإكسكيوت. أو من المفترض راح يصير عندي فتش مرة ثانية. ليش؟ لأن حتى شنو يصير عندي؟ حتى يتنفذ الإيعاز، يعني بعد ما تتم هذه الخطوة. هذا طبعا هنا راح يصير عندنا، ما راح يصير عندنا أوبريشن، فراح يسمونها بابل. اذا راح يصير هنا عندنا اما بابل او يسمونها حاله شنو؟
الايدل، يعني ما راح يصير عندي اي شيء. يعني بالكلوك 4 يعني بهذه اللحظة من صار عندي انا رايت 1 ما شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ايدل. ليش؟ لان يعني انا ما اقدر انفذ او ما اسوي اكسكيوشن لان بعدها ما كاملة النتيجة. بالكلوك 5 من الممكن انه شنو نكمل النتيجة. فلاحظوا يا هنا طلاب، فاللي راح يصير عندي اذا راح يصير عندي بهذا الشكل، يعني لاحظوا يا هنا راح يصير عندي لحظة فراح تنعاد هذا الديكود مرة ثانية حتى شنو فراح يصير عندي فيتش، لاحظوا يا هنا راح يصير عندنا اكسكيوت فراح يصير عندنا ديكود، بما انه الديكود تمت بصورة خاطئة لان انا ما اخذت البيانات من البداية، فراح يصير عندي شنو لما ما تكمل الرايت راح يصير عندي الديكود بصورة صحيحة. فيعني بين قوسين يعني اعيد انا شنو الديكود، يعني بعد ما كملنا هذه يعني صارت عملية الكتابة شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي المفروض ديكود. ليش؟ لان انت وديكود ديكود لين حتى شنو نجيب فعلا القيم الصحيحة إليه ونبدأ نكمل الإعاز. فهذه اللي أريدك تنتبه إلها، إنه إذا صارت عندي data dependency اللي طبعا تسمى data hazard أو تسمى data dependency، data dependency أوكي اعتمادية البيانات أو data dependency أو يسمونها data hazard، يعني هذا الحزر يصير عندي ايش وقت ما انه البيانات تصير بهذا الشكل، انه يصير عندي هنا راح يصير عندي read after write، يعني انا شنو اريد اقرا بيانات بس شنو بعد هذه لازم ما تتم عمليه القراءه، فراح يصير عندي بهذا الصوره. فهذه جدا مهمه انه ما راح يصير عندي او ما راح ناخذ انه ما يصير عندي ديكود لما ما تتم عملية الكتابة. فلاحظوا يا صارت عندي عملية كتابة، هسا نرجع نسوي ديكود للإعاز وبعدين نسوي له فيتش العفو اكسكيوت وثم شنو راح نسوي له رايت تو. طبعا بهذه اللحظة لاحظوا يا هنا فيتش للإعاز اللي بعده، إذا بعد عندي إعاز فراح يستمر بالفيتش وبلحظة الاكسكيوت راح شنو يصير له ديكود وهكذا. فلاحظ هذه تسمى ايدل، لاحظ هذه تسمى ايدل او تسمى بابل، زين تسمى ايدل او بابل، فلذلك احنا طبعا هذه الحالات تسمى ايدل او بابل حتى شنو حتى نعرف انه طبعا هذا واحد من اللي اخر لنا او الحالات اللي يصير عندنا بها تاخير بالتنفيذ. طبعا هنا اكو فد مقترح انه شنو إذا يكون عندنا position of sources result in register in the process pipeline، فراح شنو عندنا إنه ناخذ النتيجة مباشرة. طبعا لاحظها وين نرجحها؟ نرجحها وين؟ إلى الريجسترز ولا الريجستر فايل، حتى شنو قبل لا ندسائل من إلى الريجستر فايل أو ندسائل الريجستر فايل حتى نخليها ناتجة بدون ما ندز إلى الميموري مباشرة. وين ندز النتيجة؟ مباشرة ندز النتيجة وين؟ ندز النتيجة لمرحلة الاكسكيوت حتى شنو؟ حتى لا يأخر لنا. فهذا مقترح انه حتى شنو يخلصنا من الـ data dependency خصوصا اذا كان شنو داخل الريجسترز. فهذا اريدك انه تحفظ لاحظ وياي هذا او تفهمه. فهذا اللاين لاحظ وياي هذا اللاين هو التحديث اللي طرأ على الاركتكتشر، يعني انا شنو عندي؟ عندي وحدة الارثمتيك لوجيك يونت، لاحظوا وياي. فبما انه هي لما ما يتم الإعاز، يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول عندنا اد فرضا R1 R2 R3، يعني النتيجة راح تكون وين؟ راح النتيجة مالتنا راح تكون بالار 3، يعني خلينا نقول النتيجة بالار 3. هذه حتى قبل لا يكتب الى المين ميموري وين ندخله؟ ندخله للريجستر فايل ونرجع القيمة مالته هنا حتى يكون جاهزة للاستخدام من الإعازات اللي بعدها. فهذا جدا مهم انه الطلاب تنتبهون على قضية شنو الديتا هازارد. الديتا هازارد يصير عندنا ايش وقت ما يكون شنو عندنا عملية شنو، لاحظوا وياي هذه هي عملية الانتظار الى شنو ننتظر بيانات تكمل. يعني الار 4 هو شنو؟ الار 4 يساوي لنا ار 3 زائد شنو؟ زائد ار 2، واحنا منتظرين النتيجه نتيجه الار 4 تكمل وبعدين حتى نستخدمها بالاعاز اللي بعده، فراح يسبب لنا شنو هذا؟ راح يسبب لنا هازارد.
وهذا جدا ضروري تفهم هذا النوع من أنواع الهازارد.